أعتقد أنه الآن كل الجهد الإسرائيلي الذي كان ينتظر هذه المناسبة عندما ينشغل العالم بحرب أوكرانيا، وعندما تنشغل أمريكا بانتخاباتها، وأيضا عندما يتوغل بغزة وهذا الدمار الشامل الذي دمر حوالي 80% من غزة، أصبحت الطريق سالكة أمامه لأخذ ثأر قديم منذ 2006 من حزب الله ومن قوات حزب الله ومن جيش حزب الله المنتظم الذي يبني أنفاقا منذ عشرات السنين حتى أصبح بهذه القوة. ولكن اليوم الوضع أصبح غير متكافئ تماما، يعني هناك إسرائيل تسيطر على الأجواء بشكل كامل وتقوم بتقنيات فائقة الجودة، وأيضا تجند من استطاعت أن تجنده حتى من داخل حزب الله، وأصبحت الطريق سالكة لها لتأخذ ثأرها القديم. هناك كما تعرف إسرائيل كانت تنادي دائما بأن لا تريد أن ترى ميليشيا على دولة لبنان، وهي كانت تعمل على ذلك. فرنسا قامت بواجباتها منذ 2006 إلى الآن، والمبادرات الفرنسية تلو الأخرى، نعم آخر هذه المبادرات هو ما قام به وزير الخارجية الأسبق جون إيف دريون الذي يتواجد في لبنان قبل أسبوع. التقى حزب الله، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تلتقي بحزب الله وبأعضاء البرلمان حزب الله، وتقوم بإيصال رسائل أمريكية إسرائيلية، ولكن الجانب اللبناني تمادى كثيرا وتأخر نعم كثيرا على الرد، رغم أن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار منذ زمن، إلا أن الجانبين لم يلتزم بذلك، وبقى قرار الأمم المتحدة 1701 حبر على ورق، وجنوب لبنان حزب الله لا يريد أن ينسحب منه إلى حدود الليطاني، وإسرائيل بالنسبة للجيش الإسرائيلي قام بإخلاق المناطق الشمالية لإسرائيل، ويبقى هذا القرار ناقصا. هناك اليوم تطورات أصبحت في ضحايا، كما قال جون نويل بارو وزير الخارجية الجديد الفرنسي، إن الموضوع قد تطور على القرار الأممي 1701 نعم عندما أصبح الضحايا تجاوزت 1600 ضحية اليوم من الاثنين إلى اليوم. لذلك الموضوع يتغير جدا، حتى هذا القرار أصبح غير لا داعي له، وإنما حمل أكثر من نقطة، وهو نقاط الخلاف التي تناقش الآن والعالم كله يجتمع في نيويورك، ولم يستطيع أن يجد حلا لهذه المشكلة الكبيرة جدا.